قيل قديما ان الفقر لا يمنح صاحبه الحزن فقط بل والحكمه ايضا لكن يبدو ان الكثير من السوريين لم يكونوا موافقين كثيرا على الجزء المتعلق بالحكمه حين سمعوا قصه المزارع السوري مع الكنز المدفون في محافظه طرطوس فبحسب منشور متداول على صفحات وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك فإن مواطنا سوريا عثر على قطع من الذهب داخل أحجار خلال عمله بأرضه في ريف ألدريكيش بمحافظة طرطوس وقام هذا الرجل بتسليم الكنز بأكمله للجهات المختصة التي كافأته بخمسين ألف ليرة سورية وشهادة مواطن صالح لتنهال التعليقات الساخرة واللوم من المتابعين بعدها إلا أن هذا الخبر ورغم كم التشويق الموجود في تفاصيله كاذب ولم يتم العثور على هذا الكنز في محافظة طرطوس فهذه الصورة مأخوذة من فيديو منشور على يوتيوب منذ العام 2019 لمغامر روسي يدعي أنه وجد كنزا في أحد الغابات بحسب تحقيق أجرته منصة فتبين إذا اطمئن عزيزي المواطن لم يعثر أحد على كنز في سوريا ولم يتم تسليمه للجهات المختصه وللاسف لم يحصل احد بالتالي على شهاده مواطن صالح النفسيه